أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وهذا الجزء الأخير من سهرتنا الليلة حول المناقشات الساخنة التي تمت وتتم في مجلس الشورى بشأن ميزانية وزارة الداخلية. أعضاء المجلس رفض أغلبهم لليوم الثاني إقرار هذه الميزانية بدعوى عدم وضوح الأهداف المرجوة للميزانية التي شهدت زيادة بأكثر من 4.5 مليار جنيه عن الميزانية السابقة. وعبر 60 عاما مشاهدينا الكرام قفزت ميزانية وزارة الداخلية 1000 ضعف تقريبا. ميزانية عام 50 على سبيل المثال بلغت ميزانية الداخلية ذلك العام 1,800,000 جنيه، بعد ذلك قفزت إلى 818 مليون جنيه عام 92، يعني بعد 42 سنة، ثم 1.5 مليار تقريبا عام 2001، بعد ذلك أكثر من 18 مليار جنيه العام الماضي 2011 يعني العام السابق مباشرة للثورة، وأخيرا 23 مليار جنيه في موازنة العام الحالي. طيب لماذا هذه الزيادة؟ وهل هناك غموض؟ يعني مسألة فعلا مثيرة للجدل والنقاش. ورحب بحضراتكم وأرحب بضيوفي في هذا الجزء من السهرة، اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا أستاذ لواء. أهلا وسهلا بكم. ودكتور جمال جبريل أستاذ القانون العام وأيضا عضو مجلس الشورى، أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. والأستاذ أيمن سرور الناشط الحقوقي، أهلا أستاذ أيمن. أهلا وسهلا. طيب دكتور جمال، يعني دعونا نبدأ في البداية بهذا التقرير السريع للأرقام والمؤشرات حول ميزانية وزارة الداخلية. إذا مشاهدينا الكرام، هذه بعض التفاصيل التي أعلنتها وزارة الداخلية أو أعلنتها الحكومة حول الميزانية الجديدة. دكتور جمال، يعني لماذا رفض أغلب أعضاء مجلس الشورى الإقرار هذه الميزانية؟ الحقيقة أنا قبل بس ما أجاوب حضرتك على السؤال ده، أنا عايز أعلق على الفقرة السابقة التي تتعلق بما ورد تصويت في تقرير المحكمة الدستورية العليا بأنه مع أنه ليس موضوعنا، لكن تفضل. يعني هي الحقيقة المحكمة الدستورية العليا جابت حاجة في منتهى العجب، يعني أن هي قالت أن منع الأفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقهم في التصويت والترشح هو مخالف للدستور، واستندت لمادة غريبة جدا الحقيقة. استندت لمادة اللي بتكلم عن أن العمل حق، وباعتبار أن العمل حق يجب أن لا يكون سببا في منع المواطن من حق من حقوق. الحقيقة ده قياس غريب جدا جدا من المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية هي أول من قالت أن المساواة المقصود بها المساواة القانونية وليست المساواة المطلقة. المساواة القانونية بمعنى أن أصحاب المراكز المتماثلة لابد أن يكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وأحيانا لهم نفس المميزات، إنما المساواة المطلقة دي تؤدي إلى الظلم وعدم المساواة وتؤدي أحيانا إلى كوارث. طب هي برأيك لماذا حكمت بهذا القرار؟ ما خليني يعني الأول، أنا مش عارف هي لماذا حكمت ده، أنا مش عارف. أولا الاستثناء القوات المسلحة والشرطة من واجب، لأن احنا في النظام القانوني المصري بنأخذ بنظرية أن الانتخاب واجب مش حق، بدليل أن من لا يذهب للإدلاء بصوته بيغرم لأنه تقاعس عن أداء واجب.
الدول اللي بتاخده بأن على انه حق اللي يروح يروح وده ما يروحش يروح، انا من حقي يعني طالما حق انا امارس هذا الحق او امتنع عن ممارسته، لكن طالما انه واجب يبقى لازم اروح. خلينا بقى نشوف اولا الاستناد لهذه الماده. الحقيقه انا شايف انه هذه الماده لا علاقه لها اطلاقا بحق التصويت، لان المنوط به تركيب وتكوين هيئه الناخبين هو المشرع مش الدستور. والدستور قال ان المشرع هو اللي بيحدد الشروط الاخرى لهيئه الناخبين وتكوين هيئه الناخبين. لو انا هتكون على اتكلم عن مساواه مطلقه يبقى كل فرد من افراد الشعب المصري اللي هو بنسميه الشعب الاجتماعي له حق التصويت. لكن انتم داخل مجلس الشورى لا تملكون شيئا غير الموافقه. لا انا شخصيا لن اوافق، وهتبقى كارثه لو تمت الموافقه على هذا النص، وانا هعتبر ان مجلس الشورى لو وافق على هذا النص شريك في يعني المساس بالمؤسسه الباقيه الوحيده القادره على اداء دورها في المجتمع. وهل يملك عدم الموافقه؟ اقول لحضرتك النص بيقول يجب اعمال مقتضى ما تقول به المحكمه الدستوريه العليا، ده حقيقه يعني. انما يتعلق الامر بالمصلحه العليا للدوله لوجود الدوله المصريه، لان تصور حضرتك ان القوات المسلحه لها حق التصويت، هلاقي احد افراد القوات المسلحه يؤيد حزب الحريه العداله، والاخر يؤيد حزب النور، والثالث يؤيد حزب الدستور، والرابع يؤيد حزب المؤتمر. لكن معنى ذلك يا دكتور لو لم يوافق مجلس الشورى اذا لن نجد مجلسا للنواب قريبا. انا افضل الا يكون هناك مجلس للنواب على الاطلاق، ان اساعد واشارك في انهيار المؤسسه الوحيده الباقيه على والقادر على اداء دور. طب حتى يعني نتحدث عن المساواه المطلقه، نحن موضوعنا ميزانيه الداخليه، لكن لو ان احد ضيفي الكريمين الاخرين لديه تعليق اتفضل يا استاذ ايمن. سمحت لي، يعني انا متفق مع الدكتور جمال مبدئيا، ولكن هنالك جزء اخر متعلق بالجانب العملي وهو جانب العمليه الانتخابيه نفسها. الواقع العملي في مصر ان الشرطه كانت هي من يدير العمليه الانتخابيه في اوقات سابقه، ثم لاسباب بعد الثوره نحن ليس محل نقاشها الآن، أصبح الجيش هو المنوط به تماما إدارة العملية الانتخابية من الناحية الأمنية. من الناحية الأمنية بوضوح شديد. فلا يصح بطبيعة الحال أن من يقوم بهذا التأمين ويبيت على الصناديق لمدة يوم أو أكثر بطبيعة العملية الانتخابية وعدد أيامها أن يصبح هو نفسه شريكا في هذه العملية باعتباره أنه سيصوت. وجهة نظري قد يتفق وقد يختلف معها الكثيرين. هذا الضابط وهذا الجندي اللي هيكون على الصندوق. لم يتحدث احد عن القضاء واعضاء النيابه في هذه المساله؟ لا، لهم حق التصويت بالظبط. طيب ما هم لهم حق التصويت، لكن ايضا لهم حق الاشراف على الانتخابات. هو في الدول، عشان برضو ناخد يعني النموذج العملي، في الدول التي تبيح تصويت سواء كان القضاء او افراد القوات المسلحه بيتم ده في ايام وتوقيتات سابقه على العمليه الانتخابيه باكملها. هيبقى السؤال العملي، هل نحن في مصر في هذه المرحلة السياسية قادرين على هذا العمل أم لا؟ خلينا نبقى واقعيين، بكل تأكيد لا. هنالك فارق شديد ما بين محاولة التنظير ومحاولة وضع نظام سياسي بما فيه جزء وبين الواقع الفعلي. الواقع الفعلي عندي في مصر أن هنالك أزمة سياسية، وخلينا نكون أوضح أكثر، أن كثيرا من الآراء والأحكام القضائية والأحكام القانونية والآراء القانونية التي تخرج في مصر ليس لها علاقة بالقانون بقدر ما لها علاقة بالسياسة وبوجهات نظر سياسية. سب سيد لو لك تعليق يعني حتى فيما يخص الشرطة في هذه المسألة. أنا بأيد كلام الدكتور جمال جبير حرفيا يعني. طب أنا يعني لو سمح لي الدكتور ألا أؤيد رأيه يا دكتور، أنه الأسهل يعني رفض حكم المحكمة قرار المحكمة الدستورية أم تعديل هذه المادة في الدستور أساسا؟ لا، ما فيش آلية لتعديل الدستور دلوقتي، لأن الدستور نفسه وضع آليات. لا، ما أنا هقول لحضرتك حاليا ما فيش. السلطة التأسيسية المنشأة التي تملك تعديل الدستور هي مجلس النواب ومجلس الشورى والشعب. يعني البيضة ولا الفرخة ولا الفرخة؟ ما فيش مجلس نواب. احنا بنعتقد دلوقتي إن المفروض إن مجلس الشورى ما يلتفتش لهذه المادة، يعني إن هو يتعامل معها وفقا للصالح العام للدولة. طالما انها تمثل عقبه ماديه، انت فاهم، في استكمال مؤسسات الدوله، المفروض مجلس الشورى ما يلتفتش ليها
هو لو لم يلتفت ليها لن تكون هناك انتخابات. ليه؟ ليه؟ انت عايز الصح بس تصبح يعني انتخابات غير دستوري؟ انا هقول لحضرتك خلينا اتكلم. يعني اولا اذا كان النص الدستوري يجب اعمال مقتضى، اذا كان هذا المقتضى سيهدد وجود الدوله المصريه بالظبط، مش هيهدد وجود الدوله المصريه. تمام. انا المفروض ما يتم ان انا اعمل التعديلات واصدر القانون، وهذا القانون لا يخضع للرقابه اللاحقه. بالضبط. دكتور اسمح لي، هل هذا راي سياسي ام راي قانوني؟ لا، راي قانوني يا فندم. يعني يمكن عدم العمل بحكم بقرار المحكمه الدستوريه؟ هبقى خالفت الدستور كما خالفت المحكمه الدستوريه. ولن تكون انتخابات مجلس النواب القادمه غير دستوريه؟ مفيش بقى رقابه عليه، مفيش رقابه عليه، ممنوع الرقابه اللاحقه بنص صريح في الدستور. يعني خلينا الى ماذا نحتكم انا والمحكمه الدستوريه. هناك قولان في هذه المساله، يعني هذا واحد منهم وهناك راي اخر. الدستور بنص كده صراحه، ما هو قولان ينص على الرقابه السابقه يا دكتور. لا يا فندم، وبيمنع الرقابه اللاحقه، بنص على الرقابه السابقه وبيمنع الرقابه اللاحقه. اذا يعني ما هو الخوف ان تكون انتخابات مجلس النواب القادمه كانتخابات مجلس الشعب السابق. مين اللي هيقول غير دستوريه؟ مين اللي هيقول؟ يعني واحد هيروح يرفع قضيه مش حتى لا ما تنفعش، لا يجوز نظر القضيه، لا يجوز نظر، هتاخد عدم اختصاص. يعني هناخد بالمصلحه العليا تاخد عدم اختصاص. هذا التفسير وهناك تفسير يا فندم. مش تفسير، ده نص سمحت نص، ولا يجوز اعمال الرقابه اللاحقه المنصوص عليها في الماده كذا. انا هطلعها، انا مش عارف، معلش من غير ما الله طيب يا دكتور، يعني في حل او في توقع الا يتم السماح لافراد الجيش والشرطه بالتصويت؟ لازم. بص حضرتك، الماده هناك توقع بهذا. الماده 177 بتقول ايه؟ يعرض رئيس الجمهوريه اللي هي الرقابه السابقه، وفي الفقره الاخيره بقى ولا تخضع القوانين المشار اليها اللي من ضمنها القانونين دول، مجلس النواب ومباشره الحقوق السياسيه. وما قيمه الرقابه السابقه اذا؟ الرقابة السابقة النص بيقول واجب إعمال مقتضى رأي المحكمة الدستورية. طيب إذا كانت المحكمة الدستورية يقينا قد خالفت الدستور، ما هو من الذي سيحكم يا دكتور بذلك؟ يعني هي خالفت الدستور، أنت عندك سلطة قضائية وسلطة تشريعية، يعني هي في النهاية هي التي تقرر ما إذا كان هذا دستوري أو غير دستوري. في هذا الامر انا ارى ان اهمال التعديل افضل كثيرا من اعماله. انت تتحدث عن وجود الدوله المصريه، ولن تكون هناك شبهه عدم دستوريه في الانتخابات القادمه. من الذي سيقرر؟ المحكمه الدستوريه. انا بقول لك لا تملك الرقابه اللاحقه، لا تملك وفقا لنص الفقره الاخيره. اذا ندخل 177، ندخل في قصه ميزانيه وزاره الداخليه. ست لواء أعضاء مجلس الشورى الذين اعترضوا على هذه الزيادة قالوا إن المسألة بها غموضا. يعني هو طبعا احنا أصبحت كل الأمور اعتراض على كل حاجة وفي أي حاجة. المفروض مهام وزارة الداخلية دلوقتي مهام أمنية مكثفة في ظل الظروف اللي بعد الثورة. وزارة الداخلية تحملت مساوئ النظام السابق وتدمر ليها معدات وأسلحة ومباني ومنشآت. عشان تستعوض هذه المنشآت والأسلحة والمعدات وتواجه المنظومة الأمنية المطلوبة منها، المهام الأمنية اللي احنا بنكلف بيها وزارة الداخلية دلوقتي، المفروض انها بتحتاج إمكانيات ضخمة جدا. عشان احنا النهاردة بنواجه انفلات أمني رهيب في 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 عناصر كتيرة من الشعب في حالة تجبر وخروج عن النظام والقانون. لابد ان تعود للدوله هيبتها. لكن معظم الزياده المقترحه هي زياده في المرتبات والمكافئات. اولا حضرتك لو رجعت مرتبات وزاره الداخليه للاسف الشديد هي لا تمثل شيء اطلاقا بالنسبه للمهام اللي هي موكله اليها. لا هي محصله القوات المسلحه ولا محصله رجال القضاء ولا حتى نصفهم. يعني رجال الشرطه مظلومين جدا جدا في مرتباتهم وبدلاتهم بما لا يتناسب مع وظيفتهم، ومع ذلك بيأدوا مهمتهم على اساس انها مهمه وطنيه وقوميه في ظل ظروف غريبه جدا. ان المواطن اللي بيطالبه ان هو يحفظ امنه بيتطاول عليه. يعني هذه الزياده ليس معظمها ذاهب للاجور ولا انت المكافئة. محتاج حضرتك اولا عشان تقول ميزانيه في افراد، ولازم وزاره الداخليه
يزيد عدد افرادها للضعف عشان تواجه المظاهرات، تواجه الانفلات الامني، وتواجه الانفلات اللي على الطرق، وعشان تحقق امن الوطن والمواطن. المعدات لازم تستعوضها، لازم تدخل حياتك التكنولوجيا الحديثه. احنا دلوقتي تاخرنا على العالم كله. ايه ما هو الميزانيه لم تقل ان هذه المبالغ لتلك الامور. لابد في بند موجود، انا ما ادعيش علمي بالميزانيه، لكن في بند موجود للاستعواض المركبات والمعدات والاجهزه، وفي بند مش كله مرتبات، المرتبات ده بيمثل جزء من الميزانيه. طب استاذ ايمن، لو طلعت على تفصيلات هذه الزياده، يعني هل بالفعل هي معظمها ذاهب لمساله الاجور والمكافات؟ خلينا نتفق بس على شيء مهم، ان فكره طلب الزياده او تقليل ميزانيه عن ميزانيه العام السابق او خلافه ليست هذه الاشكاليه. الاشكاليه ان اي ميزانيه مقدمه لمجلس الشورى او للسلطه التشريعيه لابد ان تكون مصحوبه بخطه معينه للصرف هذه الاموال، بمعنى انه اذا كان لدى وزاره الداخليه ويجب ان يكون لديه خطه امنيه للعام 2013-2014 هو بناء عليها ما تطلب هذه البنود في الميزانيه سواء من زياده سواء معدات او افراد وخلافه، فهو امر لا باس به، سيتم مناقشته في مجلس الشورى. يستطيع النائب في هذه الحاله ان هو يناقش شيء ما، ولكن ان تعطى ارقام ببنود وبدون خطه فانا كنائب انا هناقش ايه؟ طب استاذ ايمن، دعنا نستمع لراي ممثل وزاره الداخليه داخل مجلس الشورى ثم نعاقب على هذه الكلمه. المتغير او متغيرين الحقيقه هم ذي تاثير في هذا. المتغير الاولاني ان بدل طبيعه اللي عمل 30% من بدايه اجر كل رتبه وكل درجه، لما اترفعت بالقانون 25 بدايات الاجور فترتب عليها زياده بدلات طبيعه العمل. المتغير الاخر اقرار بدل خطر خلال موازنه العام الحالي لم يضرب تكلفته في التقديرات بتاعه العام الحالي بنسبه 30% لاعضاء هيئه الشرطه و20% لرجال الوطن. استاذ ايمن، طيب يعني هذه كلمه ممثل وزاره الداخليه داخل مجلس الشورى، يعني يتحدث عن بدل طبيعه العمل وبدل المخاطر، يعني لازلنا في بند الخاص بالرواتب او اللي هم الريسورس او الموارد البشريه، يعني مجرد بنود وليست توظيفا لهذه الاموال في تلك الخطه. هي دي المساله الاساسيه في تقديري، وده عشان برضو يعني نكون منصفين، ليس هذا الامر ينطبق فقط على وزاره الداخليه ولكن اي من الوزارات، وعلى مجلس الشورى الان ومجلس النواب القادم عندما يناقش اي ميزانيه ان يناقش بناء على خطه، بناء على اهداف سيتم تحقيقها، بناء على اهداف مرحليه لهذه الخطه، ثم بناء على مقومات موجوده لتحقيق هذه الخطه، والا يبقى الامر مجرد ان انا بطلع ارقام. الجزء الثاني المهم الحقيقه في خلال العرض اللي حضراتكم حطوه في البدايه، انا لاحظت في جزء حوالي 32 او 30 مليون تعويضات وخلافه. على سبيل المثال هذه التعويضات هي تعويضات لافراد او ضباط الشرطه نتيجه اصابه العمل او اثناء التدريب، ام تعويضات عن انتهاكات حقوق الانسان اللي بتدفعها الوزاره نتيجه انتهاكات ضباطها على سبيل المثال. يجب امور من هذا، مجرد مثل للتوضيح وليس للدخول في موضوع الانتهاكات الان. يعني هذه الامور بشكل عام، هذه الامور، اما انا الاقي ان فقط يعني يمكن انا لو عيني لاحظت كويس البند المخصص للمركبات 30 مليون من 18 مليار ميزانيه اجماليه، المفترض ان فيها شيء مخصص 30 المركبات. مليون فقط. لا لا لا، هي هذه في الزياده في 4.5 مليار هفر الجدل. اذا 30 مليون من 4.5 مليار، يعني انا بتكلم في اقل من 10% هي للمركبات. لسياده اللي هو لسه قال لنا ان انا بعد الثوره وبعد المواجهات اللي حصلت محتاج تجديد. طيب. ومساله في منتهى الاهميه. طيب دكتور جمال، يعني لماذا الاعتراض داخل مجلس الشورى؟ هل بالفعل ان المساله بها غموض ام يعني ما سبب الرفض؟ والله انا الحقيقه انا مش في اللجنه، لكن لو هتسالني عن وجهه نظر، انا مش وجهه نظر المعترضين، يعني انا شايف انه المساله بالنسبه للداخليه وللامن يجب ان يكون المستهدف رقم واحد في مصر. وزي ما قال سيادة اللواء، أنا أعلم أن مرتبات الشرطة فعلا متدنية جدا، أعلم هذا، يعني متدنية جدا. لكن أنا أعتقد يعني بعد الثورة يعني مرتب الملازم أو القريب مرتب المعين جديد بالنيابة. لا لا، لا يمكن.
لا يمكن، انا ما اعرفش ولا نصه ولا نصه، ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش. انت حضرتك بتتكلم 1900 جنيه مرتب. طيب نيابه 5 و6. يعني حضرتك بتتكلم، احنا بنتكلم على 4 مليار. شوف بند الاجور في الموازنه العامه لكن كلها. لكن مقارنه بمرتب الطبيب يا دكتور يعني هي ضعف او اكثر من ضعف. انت بتطالب ضابط امن متفرغ تماما لاداء مهمته وحياته في خطر وبيقدم مهام في ظروف صعبه. انا سمحت لي يعني اتفضل يا استاذ امن وهرجع للدكتور. عفوا يعني سمحت لي سياده اللواء دكتور، في اشكاليه في مسخ المضبطين. يعني انا ما اقدرش ان انا اقول رجل امن على عينه وراسه ليه اولويه في هذا الوقت، ده صحيح. لكن فيما يتعلق بالرواتب، يجب ان يكون في اي بلد نصف محترم حتى وليس محترما كاملا، هنالك نوع من الجدول، هنالك نوع من الاسس والقواعد لكل من يعمل لصالح هذه الدوله بدرجات معينه. زي ما حضرتك عايش في فرنسا. انا عايش في فرنسا بس شغال في مصر وشغال يعني مرتب ضابط شرطه الجديد كام يعني؟ لا مش مرتب هو عشان نسبته لبقيه الوظائف. لا بس تعالى عشان اشوف قبل ما يبقى ضابط شرطه هو بقى ضابط شرطه ازاي. هو دخل كليه الحقوق رقم واحد، ثم عشان يبقى ضابط شرطه بيلتحق بالكليه بعد امتحانات معينه، ثم بيتم تعيينه او عقد لمده 5 سنوات، يجدد هذا العقد لمدة سنوية. يعني ضابط محترف شاطر. احنا عندنا أكاديمية شرطة فيها الكلام ده كله تقريبا. انا عشان طيب في النهاية مقارنة مرتبه ببقية الوظائف، ببقية الوظائف في فرنسا يعني. لا الأطباء رقم واحد، الأطباء رقم واحد، الأطباء رقم واحد في الدخل بكل ما تعنيه الكلمة. ثم يليهم المحامين والمهندسين ربما في نفس الدرجة ومعهم. لا المحامين ده دخل حر. انت بتتكلم على الدخول مش بتتكلم على المرتبات. انا بتكلم على المرتبات. حاضر. نتحدث عن القضاء ونتحدث عن ضباط الشرطة. تمام؟ هاخد مثلا الكوميسير اللي هو زي مأمور اسم عندنا على سبيل المثال، وآخد قاضي نقول رئيس محكمة ابتدائية. يعني ربما لأن السن هيبقى متقارب. في تقدير إن الاثنين بياخدوا نفس الراتب. لكن بكل تأكيد في حاجة بقى مهمة. ليس للاثنين اي مزايا اخرى لا ماديه ولا عينيه غير راتبهم. يعني ما عندهمش نادي ضباط. لا المسائل دي مهمه. انا لازم اما اتكلم صح. ما عندوش نادي ضباط بيروح يتغدى ويفطر ويتعشى فيه. ما عندوش اي نوع يعني من القضاء. ما عندوش نادي قضاء هناك. ما عندوش نادي قضاء. ولا حصارة. عنده بيركب مع سعادتك وتلاقيه ماشي بالبسكليته جنبيك. معقول؟ لا 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 الامور دي الناس لما بتقارن ساعات. معلش احنا بنقارن. بقول ما هنا الضابط في امريكا بياخد مش عارف كام. ده بخلاف النقطة الهامة جدا، هو اختلاف مستوى المعيشة ما بين الدولة والدولة. وليس لهم تدخل في السياسة؟ بالمرة. طيب. بالمرة. أول امبارح على سبيل المثال. أول حتة. طيب. أول امبارح رئيس الصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد كانت قدام 3 من القضاء قاعدين بيعصروا فيها 22 ساعة. لأنها لما كانت وزيرة مالية فرنسا اتخذ أحد القرارات اللي شافوا. بس احنا متقدمين على فرنسا في هذه المسألة يا أستاذ أيمن. طيب أرجوك. طيب دكتور يعني سأترك لك التعقيب لكن بعد ما أسمع. تفضل. هو من ناحية المرتبات أو البدلات أنا بطالب الدولة إن ضابط الشرطة زي ما كان في بدايته هو ضابط قوات مسلحة بيأدي مهامه بس كان بيعلم بشريطة عشان كده سموه شرطة. لكن هو ضابط قوات زي قوات مسلحة المفروض يتساوى بالضباط. لكن هو في الدستور هيئة مدنية. أنا عارف إنه هيئة مدنية نظامية وبيأدي مهام الأمن الداخلي. فالمفروض يتساوى يا اما بالنيابه يا اما بقوات مسلحه او الكل يتساوى النيابه. خلاص هو ساعتك هو بيتساوى الكل. اتفضل يا دكتور كمل يا دكتور. يعني هي المساله انا شايف انها يجب ان تؤخذ بشكل اكثر عمقا، لان المشكله الحقيقه مش في الاربع مليار. المشكله ان عندنا مشكله امن. وانا مستغرب جدا في من يجادل في الزياده في ميزانيه الداخليه، لان يجب ان يكون الجدال في اعاده هيكله الداخليه. بالظبط. مش في 4 مليار طلبهم الداخلية عشان تدي شوية فلوس زيادة للناس اللي بيخرج من بيته ومش ضامن يرجع ولا بتاع. احنا بنتكلم في إعادة هيكلة الداخلية، في إعادة هيكلة العنصر البشري الضابط الأفراد زي ما حصل في القوات المسلحة سنة 67. التكنولوجيا الحديثة استخدام وسائل الضابط المباحث عشان يجيب الجريمة بيستخدم أساليب ما عادتش موجودة في العالم. في ألمانيا بيديله الحق مثلا. لكن ما هو أستاذ أيمن بيقول أن هذه الأمور لم توضح في طلب. أنا معاك. أنا بقول أن المشكلة أكثر عمقا من حكاية الأربع مليار. إذا كانوا عايزين الأربع مليار عشان المرتبات أنا أقسم بالله أنا معهم تماما، لانه المرتبات اعلى من اي 1900 جنيه. يعملوا ايه 1900؟ يعني انا عايز اقول كلمه واسف ان انا اقول اللفظ، لو الشغاله اللي عند حضرتك ولا عندي ولا بتاخد كام في الشهر؟
انا اسف ان انا بقول اللفظ ده يعني. لا انا اللي عايز اقوله 1900 جنيه ايه وبتاع ايه ما شاء الله حضرتك اتفضل يا سيدنا. هو الحقيقه في عاده الهيكله اللي قالها الدكتور ده كلام مظبوط. احنا المهام الجديده دلوقتي بتتطلب ادخال التكنولوجيا الحديثه زي تركيب كاميرات في الميادين والشوارع مثلا، زي معدات حديثه مجهزه يعني السياره بتاعت الدوريه اللاسلكيه ممكن تبقى فيها شاشه، وفي غرفه عمليات في كل موقع زي الاحياء يبقى فيها غرفه اداره ازمه عشان تواجه المنطقه اللي هي فيها وتوجه السياره زي اي دوله يعني متطوره. نحن نحتاج ثوره تكنولوجيه عشان احنا تخلفنا جدا داخل وزاره الداخليه. اه بالظبط، عشان احنا تخلفنا جدا. عايزين معامل جنائيه وبحث جنائي متقدمه، عايزين نجهز رجل الشرطه بملابس واقيه للرصاص او موقي الحريق في التعامل على حسب الموقف. عايزين اسلحه حديثه ما تتعامل مع المواطن. امناء الشرطه حتى وقت قريب كانت مظاهرات بيطالبوا بزياده تسليح الطبنجات لا تضرب. بالظبط، يعني احنا لازم نتسلح ولازم نحافظ. وبعدين في حاجه عايز اقولها، ده كلام مهم، لكن هل هناك بنود سريه في موازنه وزاره الداخليه؟ ما فيش حاجه اسمها بنود سريه تسليح خلص. بس لا، وفي في يعني في العرض تسليح خالص في اللي عرضتوه حضرتك تسليح سري ولا تسليح تسليح لا 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 مع احترام تسليح يعني سري جابوا في كان في بند في بند تسليح سري يعني هو وانا مش مع حكايه التسليح السري دي خالص بقى. يعني ليس هي مش قوه مش تسليح السري يا دكتور، يعني سريه بند التسليح. انا في التسليح السري دي لا 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 اذا كنا اخطانا لا لا عفوا اتفضل يا سيدي. الاسلحه والمعدات بتستخدمها وزاره الداخليه معدات متعارف عليها دوليا، ملابس واقية للرصاص، ملابس ضد الحريق، طلقات مطاطية، قنابل غاز مسيلة. أيوة يا ست لي، ولكن الفلوس كلها المذكورة معظمها يذهب إلى بند الأجور والمكافآت، ومع احترامنا ومع تقديرنا الشديد أنه بالفعل يجب زيادة هذه المرتبات. الكلام ده غير صحيح معلش. لأن الميزانية بالشكل اللي بيعلن ده المرتبات ما تمثلش 25% منها. حضرتك بتكلم عن الزيادة المطلوبة، عن نسبة الأجور الزيادة اللي هي مطلوبة ما بتوفيش حتى الضابط جزء من حقه. لأن احنا بنتعامل في ظروف صعبة وبيأدي مهامه، والنهاردة المفروض قوانين الشرطة تتغير، يعني المفروض يتعمل تشريعات في مجلس النواب أو مجلس الشورى. زي مثلا شهيد الشرطة مش شهيد، لازم يتعمل له بوليس التأمين. ليه مش شهيد شهيد الشرطة؟ شهيد الشرطة اللي بيأدي واجبه وبيموت، ليه ما يتعاملش كشهيد؟ هل من المنطق والعدالة؟ هل هذا تقصير من المجتمع أو تقصير من المسؤولين أساسا في وزارة الشرطة أنهم فرطوا في بعض حقوقهم من كلاهما البعض؟ من كلاهما، لأن المفروض النهاردة راجل عسكري عندي بيموت أو ضابط بيموت، إزاي مش شهيد طيب. يعني والمسجل ممكن يبقى شهيد. طيب أنا أرجوكم سنسمع رد، استمعنا إلى كلمة ممثل وزارة الداخلية في مجلس الشورى، الآن نسمع إلى رد رئيس لجنة الأمن القومي دكتور سعد عمارة على هذه الكلمة، أو عضو لجنة الأمن القومي. ناخد فكرة عامة عن الميزانية، زادت كانت كام وتقديم زيادتها بقت كام. واضح ان في زيادة حوالي 5 مليار تقريبا، يعني من 5 مليار واضح ان هم اغلبهم في الأجور والتعويضات. ده حبينا ناخد دي مقدمة علشان هل دي حد له ملاحظات فيها قبل ما ندخل في القصة. يعني زيادة في وزارة الداخلية، يعني يمكن أنا كنت متوقع إن هي مثلا تكون في المعدات، في المركبات، في التسليح، في قرصان الورقية للرصاص، طلعت في حاجة تانية. وبالتالي هم مكتفين ربما بقول ربما. طبعا يعني يا ستلي، وهذه الكلمة واضحة كما تحدثنا سابقا، ليست هناك زيادة في بنود المعدات ولا التسليح. لا انا اعتقد ان الكلام ده غير صحيح معلش. ولو رجعوا للميزانيه وعلى حسب معلوماتي هيلاقوا ان في بنود كتيره جدا للمعدات وللتسليح وخلافه. في بس يعني في مس اندرستاند في الموضوع، يعني سوء فهم في المساله. في سوء فهم. هو الدكتور سعد بيتكلم عن ال 4.7 مليار. ما احنا حدثنا عن الزياده وليس عن الميزانيه مش كلها، مش على بنود الميزانيه يعني. كلها هو بيقول اغلبها مطلوب للمرتبات والتعويضات. والحقيقه خلينا بقى نتكلم بصراحه شويه. بعض الجهات مثلا عينت 2000 موظف في الهيصه بتاعت الثوره، 2000 موظف منهم اطفال
مش للدرجه دي يا دكتور. اقسم بالله زي, زي ايه مثلا؟ عندي شوف لو حبيت تعمل عندي الاسماء وعندي قرار اطفال فين 15 و16 سنه كويس. بعض الجهات وبرضو عندي مع البيانات عينت كل واحد جاب بنته وجوز بنته واخو جوز بنته وعينوهم في الهيصه دي كلها الشهور الاولى بعد الثوره. ايوه فن اللي معاه معهد موسيقى واللي لسه في الاعداديه واللي لسه في ثانيه ثانوي وفي المدارس واسمه موظف عشان يضمن له المكان بس يعني في اي وزارات انت يعني احنا جايين. طب يعني حتى لا يكون الكلام يعني على عواهنا يا دكتور. لا مش على عواهنه. لا 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 انا عندي المستندات وعندي الاسماء. تقصد ما اثير حول مجلس الدوله مؤخرا؟ ده حاجه ده جهه واحده. في جهات ثانيه جهات برضه حساسه جدا يعني حساسه جدا. اه طبعا في جهات ثانيه في مجلس الشعب حصلت فيه نفس الحكايه دي. ما هو الحل لا ما هو الحل دول الاعضاء بتاعته موضوع انما الموظفين موجودين. حصل انا النهارده جاي لي يعني تليفون من موظف في مجلس الشعب بيقول لي انت عمال تتكلم عمالين يتكلموا على مجلس تعالوا شوفوا مجلس الشعب حصل فيه ما هو أسوأ مما حدث في مجلس الدولة. فالمسألة الأمور جايين نتكلم عن 4 مليار زيادة الأجور في الموازنة العامة للدولة مبلغ ضخم جدا. يا دكتور مهدي دي ثقافة مجتمع. لا مش ثقافة مجتمع. الحق عين الحق شغل. لا كارثة. عين عيل عنده 15 طفل عنده 15 سنة وأنا عندي بيوت كاملة عنده 4 و5 خريجين جامعة قاعدين جنب الحيطة بقى لهم 5 و10 سنين مش لاقيين شغل. ده منطق ده ثقافة أنهي مجتمع ده؟ طيب أستاذ عيم يعني في هذه المسألة أيضا أثير داخل تحت قبة مجلس الشورى أن وزارة الداخلية لم تظهر حجم الترشيد في النفقات. يعني جزء كبير من الأموال كانت تذهب إلى مساعدي الوزير والوزير وسمعنا عن مرتبات ضخمة وأرقام فلكية في بعض الأحيان. وزارة الداخلية لم تقدم ترشيدا يعني هل هذا أيضا كان يجب أن يقدم أمام مجلس الشورى؟ لا أعتقد يعني في تقديري ده جزء من الأمور اللي يبقى صعبة في حالة أمنية زي حالة مصر في حالة شبه انفلات يصعب أن يتم توفير. ولكن دايما مرة أخرى أنا أريد ما سيتم صرفه كيف ستصرفه ولماذا ستصرفه وبأي هدف ستحققه وبأي آليات ستحقق هذا الصرف. ثم الجزء الآخر هو الرقابة على هذا الصرف. تستطيع زي ما قلت في بداية كلامي الوزارة أن تطلب زيادة على ميزانيتها أكثر من 4 مليار وليكن 8 مليار وليكن هناك زيادة في المرتبات. ولكن أيضا أريد أن يعطيني أهداف. أريد أن يقول أن بنهاية 2014 أو 2013 سيكون عندي عدد رقم ما من أقسام الشرطة تم تجهيزها بسلاح بكمبيوتر بأفراد سيتم قبول عدد ضباط شرطة رقم كذا. هو ده هو ده ما بيتكلم لو هذا في لو هذا تم الميزانية في فرق بين الميزانية طبعا حضرتك عندك حق تمام بس في فرق بين الميزانية وبين البرنامج السياسي للحكومة. الميزانية أرقام إيرادات ونفقات بس. البرنامج السياسي للحكومة وزير الداخلية بقى باعتبار عضو في الحكومة الأمنية. يبقى مستهدف الحكومة إن خلال كذا هيعمل كذا ويبقى طيب. مسؤول سياسيا طيب عن كذا. لو هذا تم يا دكتور لو لو حددنا هذه الأهداف فنحن لن نتحدث عن زيادة مقدارها 5 مليار و 4.5 مليار نحن سنتحدث عن الضعف تقريبا يعني قد تصل إلى 40 مليار. لو طلب من ضباط الشرطة من جهاز الداخلية أنه يحقق أهداف الأمن تماما ده كلام اكيد طبعا. عشان كده انا بقول لاخواننا 4 مليار و7 من 10 ده موضوع هايف جدا في ظل حتى لو كلهم رايحين اجور مرتبات. لما نشوف مبلغ الزياده في بند الاجور في الموازنه العامه للدوله مهول مهول عشان جوز بنتي وبنت واخو جوز بنتي وابني اللي لسه في الاعداديه عينته وبياخد مرتب وما بيروحش الشغل اساسا حفظ وظيفه يعني بياخد مرتب. ده كارثه. دي جنايه. بيسيبك من يعني صور ان في حكم صدر بالغاء قرار التعيين ولم ينفذ الحكم. طب واين انتم في مجلس الشورى من هذا الملف دوك؟ لماذا يعني لا يتم فتحه؟ للاسف الشديد مجلس الشورى الدستور اداله سلطه التشريع وليس الرقابه ولم يعطيه سلطه الرقابه للاسف. اذا مصر تخسر كثيرا بغياب مجلس بالتاكيد ده يقينا ده يقينا يقينا. يعني مصر في ظل دوله ديمقراطيه حقيقيه زي دلوقتي تخسر كثيرا في ظل غياب مجلس النواب. لا وده بيؤدي لانفلات الامني وبيؤدي الى كل حاجه الاعتراضات والاضرابات كل. لان لو في مجلس نواب منتخب هيعبر عن راي الناس في تحت القبه. يعني سياده اللواء لو احنا قدمنا استقرارا سياسيا
بالتبعية الأمور هتستقر ستستقر وستنخفض ميزانية وزارة الداخلية. لا بص أقول لحياتك حاجة، هو برضو فيه مفهوم عايز أوصله يعني. النهاردة في ظل الظروف الجديدة المنظومة الأمنية اختلفت تماما. يعني إيه اختلفت تماما؟ إحنا كنا الأول وزارة الداخلية بتواجه في أي إضراب أو مظاهرات مئات، ما كانتش مجهزة أنها تواجه ملايين. النهاردة في معدل لمواجهة المظاهرة في فض الشغف نسبة مثلا 10%. إذا كانوا المتظاهرين مثلا مليون يبقى لازم يواجههم مثلا 100,000. أنت أصبح النهاردة أصبح المفروض أن الأفراد الشرطة يزيد عددها، وتختلف نوعية تسليحها والتجهيزات. النهاردة لغاية دلوقتي أنا ما اعتمدتش على التكنولوجيا الحديث، يعني كل العالم شغال أن في كاميرات في كل حتة، كاميرات قدام المحلات، داخل المحلات، قدام المساكن، بيعتد بيها وبيأخذ بيها في المحاكم. يعني لغاية النهاردة أنا ما نفذتهاش، المفروض أنفذها بدل ما أنا. طيب أستاذ نعم. يعني كيف أيضا يضمن الناشطون الحقوقيون والدعاة حقوق الإنسان يعني ألا يتم توظيف هذه المبالغ في مزيد من القمع؟ لا، القمع مسألة لها علاقة بالتدريب، لها علاقة باختيار الأفراد بطبيعة العيال، مسألة تقنية بحتة. يعني أنا في تقديري أن فكرة إذا كانت الزيادة موجهة للأفراد لاعتبارات كثيرة جدا، وده أمر وارد، زيادة أعداد وخلافه، ده مفهوم جدا، لكني لازلت بمفهوم النتيجة مع ما يتم تقديمه. إذا كنت بزود الرواتب فلابد أن يكون ليها مقابل. هي دي فكرتي الأساسية اللي بحاول أطرحها من البداية. الجزء الثاني فيما يتعلق بمسألة الضمانات الحقوقية وعلاقتها بالميزانية، ما أعتقدش، لأن أنا لو زودت مرتب ضابط الشرطة مش معنى كده أنه يحترم حقوق الإنسان. احترام لحقوق الإنسان هو احترام نابع منه، هو مش فقط ثقافة، لا، هو إيمانه بأن من يعامله في هذا الشارع هو مواطن يعني كامل الحقوق ومساويها كما نفس. هل لديك أرقام عما يشكله بند الأمن في ميزانية فرنسا على سبيل المثال؟ لا، صعب. لكن أنا على سبيل المثال كنت يعني من يومين تحديدا كان في مناقشة وزارة الدفاع، وكان في نوع من تخفيض وزارة ميزانية الدفاع للخمس سنوات القادمة، ولكن هذا التخفيض ليس بسبب تغيير خطط دفاعية على سبيل المثال، بقدر ما هو استخدام جديد لتكنولوجيا جديدة سيؤدي إلى تقليل عدد الأفراد. يمكن ده اللي كان بيقوله سيادة اللواء من شوية. دكتور جمال، يعني أنا أعلم أنك لست عضوا في لجنة الدفاع والأمن والقوم، لكن على العموم رفض مجلس الشورى ليس رفضا مطلقا، واضح يعني هم يريدوا تفسيرات. إذن لا يمكن الحكم على المسألة أن مجلس الشورى رفضا باتا. لا طبعا، حتى لو اللجنة رفضت ما ممكن المجلس يوافق. يعني اللجنة مش هي رأيها، مش هو رأي المجلس، مناقشة مبررة يعني. هو اللجنة بتناقش وبتنزل رأيها للمجلس، لكن الرأي الأخير هو المجلس مش للجنة يعني. وأنا أتصور أن الناس في اللجنة عايزين إيضاحات أكتر يعني. وانا اتصور ان انا اسف يعني ان الداخليه لم من خلال حتى اللقطه القصيره اللي انا شفتها لم تقدم ضحكة فيه، لا لم تحسن عرض طلباتها يعني. يعني انا اسف طبعا للست اللواء ولا ما اعرفش مين اللي كان بيعرض، لكن المساله اخطر من ان يعني ان انا اتكلم كلام اللواء محمد ضياء دي ما اعرفش مين والله، بس يعني المساله اخطر بكتير ان انا اقعد اتكلم كلام. احنا مصر ياتي على القمه الان فيها تحقيق الامن عشان احقق باقي الاهداف. يعني نحن ننتظر عرضا يعني اخر اكثر تفصيلا واكثر ايضاحا من وزاره الداخليه. اعتقد كده يعني، انا اعتقد كده، لان ابدا ما حدش يعني لديه وطنيه اكثر ايضاحا ام اكثر اقناعا يا دكتور؟ الاثنين الحقيقه. انا شايف انه انا لو قاعد هقول والله يا جماعه عشان يبقى في استثمار، عشان يبقى في تحسن في الاقتصاد، عشان وعشان وعشان، رقم واحد الامن. فما تجيش تناقشني في 4.7 مليار، انت ناقشني في المستهدف بتاعي. طبعا. انت هتحقق لي الامن هتعمل ايه خلال قد ايه يعني؟ سيادة اللواء، هل بالفعل المشكله كانت عند وزاره الداخليه انها لم تحسن عرض برود الميزانيه؟ ربما يكون ان المكلف بعرض الامور ما عرضهاش بالقدر المناسب او المطلوب من اخواننا الغير متخصصين في مجلس الشورى. اللي انا بعتقده ان الميزانيه ده عرض على لجنه الدفاع والامن القومي،
عرضها وكان واسهب في عرضه، لكنه هم ما اقتنعوش وده امر طبيعي وعادي وارد، ممكن يتم العرض مره اخرى تاني. وانا اعتقد ان الميزانيه المقدمه مش هتوفي ابدا بنود المرحله اللي جايه ابدا، لان المرحله اللي جايه بجد يعني محتاجة أكتر من كده بكتير. إذن يا أستاذ أيمن، نحن جميعا تقريبا متفقون على أنه ليست هناك مشكلة في زيادة ميزانية وزارة الداخلية، لكن الأمور تحتاج إلى إيضاح. الأمور هامة. في بند، إذا سمحت لي، في بند مهم جدا أرجو. مسألة هي المصروفات السرية، يمكن كان في بداية عرض حضراتكم كان في ذكرتم في يمكن في تحدود 15 مليون بنود سرية. أعتقد فكرة الشفافية، وما لا يعني الشفافية ان انا اعرض على الاقل عدد قواتي وتفاصيلي، ولكن يبقى لازم في آلية لهذا. اشكرك الاستاذ ايمن نصرور لنشر حقوقي، اشكرك شكرا جزيلا. واشكر اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الاسبق، شكرا جزيلا. واشكر دكتور جمال جبريل استاذ القانون العام وعضو مجلس الشورى، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد دقائق معدودات في تمام الواحدة تأتيكم سوزان الجزامي بعرض الأهم وآخر الأنباء. لكم التحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.